بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا اليوم مع الشابتر الثالث في محاضرة أو مساق مايكرو بروسيسور مايكرو كنترولر أو معالج دقيق. حيكون موضوعنا في الشابتر هذا الباس ديزايننج أند أدرس ديكودينج، بس حنتطرق في الجزئية هذه من المحاضرة فقط المقطع الأول أو الجزء الأول هو إيش الباس ديزايننج. شو الباس ديزايننج وانواعه حتكون موضوعنا المره هذه عشان ما نطولش عليكم في المحاضره زي المحاضره الماضيه وتصير التسجيل قصير شوي. تمام، فحنخش الاول على الانترودكشن، مقدمه على الموضوع بسيطه، ثم سنتعرض بعدين الى الباس ديزايننج نفسه وايش انواع الباس سيستمز، بعدين الداتا باس والادرس باس، بعدين حنتعرف بزياده على الادرس باس نفسهم كمان مرة، وحنتطرق شوية على الـ CPU and its relation to RAM and ROM، علاقة المعالج مع إيش مع الرام والروم كأنواع ذاكرة تطرقنا لها لاحقا. في المحاضرة الجاية التسجيل القادم حنتطرق النقاط من 7 إلى 13، يعني 3.7 حكون memory address decoding simple logic gate address decoder using the 74LS1383-8 ديكودر وهو بروجرامبل ديكودر بسموه، وبعدين كيف هنستخدم هذا البروجرامبل ديكودر عشان نعمل ادريسنج للميموري وغيرها وغيرها. تمام، بس اليوم حنتوقف ان شاء الله عند 3.6 اللي هي سي بي 1 اند اتس ريليشن تو رام اند روم اوف التسجيل هذا. مقدمه على الموضوع انتدكشن. In this section we show how the CPU accesses يعني كيف يدخل أو يلج أو يتعامل الـ CPU مع الـ different parts of computer using the bus systems، يعني كيف حيخش الـ CPU على الأجزاء المختلفة من الحاسوب باستخدام الـ buses أو الـ bus systems. شو هنا الـ bus؟ لأنه بعدين بناء على ذلك حنتطرق إيش إلى نعمل demonstration how to connect IO and memory computer، كيف حنتم التواصل بين المعالج وبال بعمل كونكشن مع مين، مع الانبوت اوتبوت والميموري في الكمبيوتر نفسه. تمام، الباس ديزايننج بدايه هو عنوان الشريحه هذه الباس ديزايننج. ان كمبيوترز ذا سي بي او نيدز تو سند او ريسيف داتا تو فروم ميموري اند اي او، يعني في الحاسوب دائما السي بي او بيعالج بيانات او بيخزن بيانات، بياخذ بيانات فبده يخزنها في الميموري او بده ياخذها من الاي من الانبوت او بيطلعها على الاوتبوت. بمعنى هاي عمل المعالج معالجه، ولكن في اثناء عمله حيحتاج انه يستقبل البيانات من الانبوت مثلا او من الذاكره وبعدين يطلعها على الاوتبوت. وكيف بده يتم التواصل هذا؟ بده يستخدم يستخدم طريقه للتواصل. فلو استخدمنا يوزنج يونيك وايرز، يعني هنستخدم اسلاك او موصلات خاصه، considerably increases ايش the number of CPU pins. فلو عملنا لكل امر او كل مهمه عملناها توصيله خاصه او واير خاص سلك خاص، هذا بيتطلب نعمل على المعالج برضه لكل توصيله ايش بن خاص يعني رجل خاصه على المعالج لكل توصيله، وهذا بخلي انه عدد البنز يعني عدد الارجل المعالج حتكون ايش كثير كثير كبيره، تعمل انكريزنج بشكل ضخم جدا. وبالتالي therefore the CPU is connected to memory and IO through shared stripes of wire called ايش the bus. لذلك السي بي او يتم توصيله مع الذاكره والاي اوات والاي اوز يعني انبوت اوتبوت ديفايسز، يعني عن طريق سترايبس اشرطه هيك سترايبس، هذول بكون سترايبس من الاسلاك بسموها الباس سيستم او الباسز. تمام، طيب الباس سيستمز هذا ايش بيسوي، ايش وظيفته؟ بخلي بيسمح للانفورميشن ان تكون تتنقل عبر الباس سيستمز هذه وكانها بالضبط زي الشارع بكون كم واحد ماشي في الشارع، كل واحد ماشي لوجهته، وعندما يصل للهدف تبعه بلف وبخش على البيت. السيارات ماشية من نقطة لنقطة في الشوارع، ولكن إيش كل واحد ماشي في اتجاه مختلف حسب هو راح الهدف تبعه. وبالتالي يتم توصيل الباص سيستمز هذه لنقاط معينة، وبنعمل إحنا عملية إيش استخدام الباص سيستم هذا بالنسبة للإنفورميشن اللي بتنقلها في الباص سيستم، زي ما بالضبط نقل السيارات في الشارع، بمعنى إنه كل استخدم نفس الطريق، اللهم كل واحد راح لهدف جديد. وهذا بوفر موضوع نعمل وايرنج من نقطه الف لنقطه باء من البنز تبعات الارجل تبعات الذاكره الارجل تبعات مثلا مين تبعات المعالج، او من ارجل المعالج لارجل الاي او الانبوت اوتبوت يونتس. فهذا
توفر انه نعمل توصيله خاصه لكل ايش؟ لكل نوع من البيانات ولكل عمليه من استقبال وارسال بيانات او ما الى ذلك. فنحن بنعمل شارع والكل بيمشي فيه، بس كل واحد لما يصل له هدفه الخاص فيه، بيروح على عنوان معين، وهذا بدخلنا على موضوع العنونه تمام؟ لاحقا. فعندنا بالتالي صار عندنا ايش؟ انواع من الباس سيستمز. اول حاجه الادرس باسز، الادرس باس نفس الباس سيستم هذه، نفس الفكره، بس بنستخدمها نقل العناوين، يعني حنخزن احنا او حنودي البيانات هذه او ناخذها من اي عنوان، فبنستخدم هذا الموضوع الادرسنج تمام؟ الادرس بنستخدم الادرس باسز عشان ننقل العناوين. الداتا باس ننقل عن طريقها البيانات او ايش؟ البيانات او الانفورميشن اللي بننقلها من مكان لمكان في داخل المعالج تمام؟ في داخل السيستم قصدي داخل الكمبيوتر، عشان نفهم احنا كيف ننقل البيانات من مكان لمكان او ايش يتم التواصل فيها بين اجهزه الحاسوب المختلفه السي بي او والميموري وايش والاي او بوينتس. هذا بينقل البيانات فقط الباس هذا النوع. وفي عندنا كمان الكنترول باس، هذا وظيفه الكنترول باس سيستم، هذا التحكم في ايش؟ التحكم في الادخال والاخراج بالنسبه لموضوع ايش؟ نفعل ما نفعلش الادخال، ما نفعلش الاخراج، نفعل قراءه ريد رايت او ما الى ذلك. تفاصيل تاتي ان شاء الله الان. فهي رسمة توضيحية توضح واقع الباس سيستمز في داخل ايش الحاسوب. فعندنا هاي المعالج سي بي او بيعمل ريد رايت، عندها طبعا ايش مثلا كنترول باسز اللي هي ايش باس بتاعت التحكم، زي ما شفنا ميموري ميمر مثلا ميم دبليو وبعدين اي او ار وبعدين ايش اند اي او دبليو. طب هذا الميم ار ايش هي؟ ميموري ريد، يعني اقرا من الذاكره، يعني عمليا هو السي بي او بيعمل ايش؟ بخلي الذاكره تصير ايش؟ تصير متاحه للقراءه. الميم دبليو يعني ميم رايت بخلي ايش؟ الطرف الاخر سواء كان انبوت اوت بوت زي كيبورد ومونيتور وديسك وبرنتر، او كان ذاكره اللي هي زي الرام مثلا، بخليها تصير شو عمليه ايش؟ عمليه رايت، يكتب عليها يعني ايش؟ يرسل لها البيانات. اي او ار اللي انبوت اوت بوت ريد، يعني اقرا من الادخال، يعني بيتم ادخال الهاند من الايش من المونيتور من عفوا من الكيبورد او من الديسك الدرايف اذا كان في عندنا فلوب ديسك او ما الى ذلك، او اي نوع من ادخال البيانات عن طريقه. والاي او رايت اللي هي ايش؟ نخرج نطلع مثلا نطلع على المونيتور بنطلع على الرام، فيعمل رايتنج عليها فبعطيها بيانات. كيف بتصير هذه؟ ايش اهميتها؟ اهميتها انه لما السي بي يو يعطي الادرس عن طريق الادرس بس، بحدد عن طريق الادرس اي جهه فئه مستهدفه، اي مقطع في الذاكره بنقرا منه، اي مقطع في الذاكره بنكتب عليه، اي مقطع في اي جهاز او اي ديفايس في الايش؟ في الانبوت اوت بوت اللي الادخال والاخراج مستهدف الان انه يطبع، انه ناخذ منه بيانات او ننظر على الشاشه او ناخذ من الكيبورد. فبنحدد بالادرس بس، هذا بحدد العنوان في الجهه المستهدفه نجد القراءة والكتابة من عليها. والداتا طبعا ما حددنا احنا الادرس وحددنا نوع العملية المصرية، هي قراءة او كتابة يعني ادخال او اخراج تمام؟ بجميع ايش نقل البيانات، سننقلها الى ايش؟ الى الطابعة زي ما شفنا، الى الطابعة عشان تطبع، الى الديسك او منه زي ما شايفين الديسك هذا لانه عبارة عن تخزين خارجي بنخزن عليه مثلا كفلاشة او غيره بنخزن عليه وبناخذ منه، او اخراج كالمونيتور بس اخراج هين جهه سهم وراح بس، او الكيبورد اللي هو ايش فقط ايش جاي ادخال فقط على الايش على الداتا باس تمام. بالنسبه للرام انتم ملاحظين رايح جاي لانه الرام ناخذ عليه وبنادي منه، الروم بس بنقدر ناخذ منه نعمل ريد منه مش رايت عليه تمام. في الاخر الاسهم هذه بتوضح العمليه اللي بتصير في الرام، ناخذ بنقرا وبنكتب ريد رايت، الروم بس ريد، البرنتر رايت بنودي له بس بنودي له، الذاكره هذه الخارجيه هي زي الديسكات والفلاشات وغيره ريد رايت، وهذا المونيتور بس ريد بس عفوا بس رايت لانه هو حيظهر على الشاشه بس حياخذ منه، وهون حنعمل برضه من الكيبورد حناخذ منه فيعمل له هو ايش عمليه ريد تمام. اوكي بنكمل الان تفاصيل زياده وحكون ان شاء الله المثال اوضح في الكلام الجاي. ما هان عندنا مثال اكسسنج ريد رايت، يعني اكسسنج يعني ايش اكسسنج؟ يعني دخول على البيانات ار دبليو يعني ريد رايت on devices، يعني اي ديفايس بنعمل عليه ريد رايت. كيف العمليه بتصير؟ اي يونيك ادرس از اساين تو ايتش ديفايس ميموري اور اي او، بمعنى في عنوان محدد ومميز لكل ديفايس سواء كان ذاكره او كان انبوت اوت بوت تمام، يونت او يو اي انبوت اوت بوت ديفايس. نو تو ديفايسز ار الاود
to have the same address. يعني فيش عندنا أي ديفايسين أي جهازين لا بيحملوا نفس العنوان. هذا خطأ بصير في الـ addressing وخربطة في عمل الهيكلية كلها تنحاسب. The CPU puts the address in binary on the address bus. يعني الـ CPU بحط في الـ address bus زي ما قلت قبل شوية بحط العنوان وبتم إرساله عشان نحدد الفئة المستهدفة في الـ read أو write وإيش نعمل accessing للبيانات اللي عليها سواء بإدخال أو بإخراج. بعدين then the CPU uses the data bus access read write data on device. يعني الـ CPU بعدين بيعمل إيش بيعمل الـ data bus عشان يعمل accessing سواء ياخذ يعمل read أو يكتب يدخل بيانات على الديفايس المستهدف اللي حددناه عن طريق إيش عن طريق الـ address address bus. تمام. طبعا the control bus نستخدمه شو هذا to provide read or write signals on the device to indicate the CPU is asking for information or sending information. انه الديفايس قلنا read قلنا read او write او الاي او مثلا وبتحدد لنا حنودي بيانات او حنستقبل بيانات من الجهه المستهدفه سواء كانت ذاكره او input output device. Of the three buses من الثلاث باصص هذه the address bus and data bus determine the capability of a given CPU. طبعا من الثلاث باصص هذه الكنترول ملوش تأثير على كفاءة مين المعالج ملوش ايش تأثير على كفاءة ايش المعالج. ليش؟ لأنه بيحمل بس إشارة كنترول بت بيعمل اكتيفيشن للبن ادخل او اخرج يكون فعال يعني. تمام. لكن اللي بيأثر على فعالية وكفاءة المعالج هي ايش الداتا باس والادرس باس. كل ما كان عندنا الادرس باس كبير بنحدد بنقدر عن طريق الادرس باس هذا نكبر العناوين فبالتالي كل ما كبر حجم العناوين بصير عندنا امكانية نعمل ادرسنج للوكيشنز ممر اللوكيشنز اكثر لان هنستهدف جهات اكثر اللي عندنا مساحة العنوان اكبر. والداتا مثلا ننقل عن طريق الباس سيستم كمية أكبر من البيانات فبالتالي كفاءة المعالج بتم نعملها ديترمينيشن بنحددها حسب الأساس الأدرس باس والداتا باس. تفاصيل إن شاء الله كمان بزيادة جاية. المهم الداتا باسز ار يوزد تو كاري انفورميشن ان اند اوت اوف ذا سي بي يو. ما واضحة إنه الداتا باس تنقل البيانات من وإلى السي بي يو. The more data buses available, the CPU is better. تمام؟ يعني بعمليا كل ما كانت الداتا باس كبرت بكون CPU ايش احسن. Increase the number of data bus increases the cost of CPU and computer. بمعنى كل ما كبر حجم او مساحة الداتا باسز هذا بقدر انه ارتفاع سرعة مين المعالج والحاسوب نفسه. المعالج انه بده بنز زيادة عشان الداتا عشان اوصل بالداتا باس كل ما كتب حجم السترايب تبع الداتا باس بده برضه عقباله بنز يوصل عليهم في السي بي يو فالسي بي يو نفسه بيغلى ولما يغلى هذا وهذا الداتا باس ويغلى السي بي يو كل جهاز الحاسوب على بعضه بيغلى. المهم the average size of data buses in CPU varies between 8 and 64 bits وهذا من التاريخ بتعرفوه الحديث والمعاصر بتعرفوا لما كان اول ما طلع عن الاجهزه كانت بتاعت الابل مش عارف شو كان اول رقم تبعه كان اول واحد كان 8 بت داتا باس. حاليا بتعامل مع ايش معالج اللي هو الانتل بنتيوم اي 7 كور وكله مع 64 بت. تمام. وهذا موضوع طبعا القديم كان هو الاكس 80 بسموه كان بتعامل مع 32 بت. هذا موضوع الداتا باسز يعني كل ما تطور داتا باس طبعا كفاءة الحاسوب بتزيد. عارفين حكيت 64 32 هذه بتعامل مع معلقة كلها بالسي بي يو وحجم الداتا باس اللي بتعامل مع السي بي يو. تمام. بالبدايه كان قلنا زمن 8 اشهر واحد كان طلع ايامها انت البنتيوم قبل 30 40 50 سنه بعدين بسرعه تطور الموضوع 32 تبع المعالج اللي هو اكس 86 وبعدين طلع عندنا ايش اللي هو ايش اللي كان بيتعامل مع 32 بت وبعدين طلع عندنا ايش ال 64 اللي هو الحالي بيتم استخدامه. داتا باسز مالهم ار باي دايركشنال because the CPU must use them either to receive or send data. مفهوم انه حكون الداتا باسز بيشتغلوا ايش في الاتجاهين يعني حيستقبلوا وحيرسلوا بيانات السي بي يو. طبعا مش حكون بس بيرسل او بيستقبل فقط زي موضوع الادرسنج مثلا. تمام.
والكنترول، هيتحكم هو، هيكون اتجاه التحكم في اتجاه واحد او ارسال البيانات في اتجاه واحد. لكن الداتا لازم يكون باي دايركشنال، لانه حيرسل ويستقبل المعالج عن طريقه، تمام؟ فبالتالي الداتا باسز ار باي دايركشنال، ايش؟ باي دايركشنال، لانه حيتم استخدامه لارسال واستقبال البيانات. The processing power of computer is related to the size of its buses، تمام؟ معالجة الباور، معالجة يعني قوة معالجة الحاسوب، يتم ايش؟ متعلقة في حجم ايش؟ الباسز. An 8-bit bus can send out one byte at a time، بمعنى مثلا عندنا باس سيستم بيحمل بس بايت واحد، لو بنقل بس 8 بت في كلمة واحدة، يتم استخدامه في انه حينقل كلمة واحدة من قيمة بايت في الايش؟ في المرة الواحدة. 16 بت باس سيستم ايش؟ بنقل كلمة مكونة من 2 بايت في الوقت في نفس المرة، وبالتالي هذا بنلاحظ منه مدى سرعة الحاسوب والباور تبعته بتزيد قديش كل ما زودنا حجم ايش؟ الباس سيستم تبع ايش؟ تبع الداتا. طبعا وبالتالي هاي بنلاحظ صار وش سبايس 5 فاست، لما كل ما زودنا هذا البت باس 8 باس 16 بات صار زود ايش؟ صار العدد مضاعف، و32 قد 16 مرتين، و64 قد الموضوع ايش؟ فهذا بيعطيك فكره عن 8 ل 64 كيف كانت الامور تمشي، 8 16 32 64 وهكذا تزداد سرعه سرعه الحواسيب كلها بالطراد بسبب زياده كفاءه الباس سيستم، كفاءه المعالجات اللي بتتعامل مع هذه الكميه من البيانات في مره واحده. طيب more about the address bus. The address bus ايش؟ طبعا الان عندنا address bus system مش الداتا باس، عندنا هذا الادريس باس. الان حكينا قلنا احنا الان more about the data bus system، الان بنحكي عن ايش؟ address bus system او address buses. The address bus is used to identify the devices and memory connected to the CPU. طبعا في كلمه هان بدنا نكتبها to the CPU، تمام؟ في الادريس باس بيعمل عمليه ايش؟ عمليه بحدد الديفايسز والميموري المتصله مع السي بي يو. Therefore the number of address buses for a CPU determines the number of locations which or with which it can communicate. بناء على ذلك عدد الادريس باسز بحدد عدد اللوكيشنز، الاماكن اللي السي بي يو بيقدر ايش؟ يتواصل معها، لانه باستخدام هذه ايش؟ الادريس باس. فعدد اللوكيشنز في الميموري او الاي اوز او ما الى ذلك بيقدر يتعامل معها ايش؟ بيتعامل معها المعالج، بتحدد عن طريق ايش؟ الادريس باس، تمام؟ هنشوف المثال قبل شوي كمان شوي في الشرح. يعني مثلا the number of locations is always equal to 2 of x 2 powered by x، يعني 2 اس x. فعندنا لما عن x هو ايش؟ number of address lines، تمام؟ فلو عندنا مثلا 2 address lines مثلا، حكون عندنا عدد اللوكيشنز بنستهدفها قديش؟ 2 اس 2 بس 4. عندنا العدد الادرس لاينز 8، حكون 2 اس 8 في الفرق قديش؟ عندنا 2 اس، لو كان عدد الادرس لاينز 16 حكون 2 اس 16 وهو معادل تقريبا 64 كيلو، تمام؟ 64 كيلو لوكيشن، يعني 1000 لوكيشن، كيف يعني؟ فبالتالي the CPU with 16 address lines can provide a total of 2 powered by 16 which is about 64 رقم بالضبط تقريبا، لانه هذا 2 اس 16 منها في عمليه تقريب ولها، عشان احنا يا شباب مش ممكن يكون دائما يطلع بالضبط الامر اصفار بعد 64000، ففي تم هذا التعديل على الحسابات بسبب انه كل شيء 2 اس كذا. ف 2 اس 2 اس 16 بيساوي تقريبا 64 كيلو اوف ادريسبل ميموري، ادريسبل ميموري، شفتوا كيف؟ من 2 اس 2 4 بس ادريسبل ميموري، ل 2 اس 16 64 ايش؟ كيلو ادريسبل ميموري. Each location can have a maximum of 1 byte of data. General purpose microprocessor or what is called byte addressable. بمعنى كل مكان have a maximum of 1 byte of data، عنده maximum of 1 byte of data، عنده byte واحد maximum، تمام؟ general purpose microprocessor or what is called byte addressable، يعني لما كان اللوكيشن مثلا كل لوكيشن في الذاكره بيحتوي على 8 بت، يعني 1 بايت من الداتا من البيانات، ف
بصير كانوا بشكل عام جنرال سبيكينج يعني جنرال بيربس، بصير انه جنرال بيربس بروسيسور او مايكرو بروسيسور، معالجه معالجه الاستخدام العام بسموها ايش؟ بايت بايت ادرسبل، لان هي بتم دائما بتستهدف ايش؟ الاماكن، كل مكان اللي هو بعقد كلمه واحده من 8 بت اللي هي بس بايت، وهذه الجنرال بيربسز يعني بمعنى كل الحواسيب بتستخدم استخدام عام، تمام؟ وهذه اللي بيسموها المايكرو بروسيسورز كمان، هذه بيستخدمها في لما في يعملوا مختبرات او يعملوا اجهزه خاصه بتكون بمعالجه بعض الامور، مثلا اثبتت البوابات او تحكم بالبيت سمارت هوم، بجيبوها المعالجات لها جنرال بيربسز وببرمجوها بناء او بحطها في دائره معينه راح تقوم بالمهمه هذه، تمام؟ ولكن ايش؟ بكون هي من نوع بسبب الكفاءه تبعتها وحسب السعر المطلوب بتكون دائما جنرال بيربس، وهذا بتكون تعمل ادرسنج لون بايت اللي هي 8 بت. انواع اخرى متقدمه من الحواسيب المتخصصه اللي بسموها هاي باور ومش عارف شو هو، هذه زي الاي بي اي بي ام بي سي، تمام؟ uses a CPU بدها معالج with 24 address lines and 16 data lines، تمام؟ يعني عنده 24 address، يعني 2 أس 24 ب 16 ميجا بايت للوكيشن، تمام؟ او 16 data lines، 16 data lines يعني 16 ميجا بايت كمان من ناحيه الداتا، يعني 2 أس 24 locations، تمام؟ 2 أس 24 2 أس X يعني 24 locations، each location is 1 byte، يعني بتساوي ايش؟ عندك كان صار 16 ميجا بايت ايش؟ اوف ميموري، 16 ميجا بايت اوف ميموري، تمام. نعدل هذا عشان تصير واضحة. فزي ما شايفين هان 2 اس 24 بيساوي 16 ميجا بايت، 2 اس 24 لوكيشنز لان عندنا الاكسترن لوكيشن، تمام؟ والايتش وكل لوكيشن از 1 بايت، يعني 16 ايش؟ لان كل لوكيشن في 16 ميجا ايش؟ 16 ميجا لوكيشن بيساوي في بايت بيطلع 16 ميجا بايت انه من الذاكره، تمام؟ كيف صارت الكفاءه بتزيد لما رفعنا عدد الايش؟ عدد اللوكيشنز ل 16 لوكيشن، وكل لوكيشن كان فيه ايش؟ 1 بايت، عدد 16 ميجا لوكيشن وكل لوكيشن فيه 1 بس 16 ميجا بايت على السريع من الذاكره. فالسي بي يو يوز ذا ادرس بس اونلي تو سند اوت ادرس، طبعا هذه كملاحظه انه هذا السي بي يو بيستخدم البس الادرس بس سيستم يوني ايش؟ دايركشنال بس. ليش؟ لانه بس السي بي يو بيرسل العنوان ولكنه لا يستقبل عناوين، فبالتالي استخدام البس سيستم تبع الادرسنج بيكون باتجاه واحد من السي بي او الى مين؟ الى الذاكره او الاي او يونتس او اي او ديفايسز، تمام؟ هو يوني دايركشنال بس سيستم، تمام؟ سي بي او يوزز ذا ادرس بس اونلي تو سند اوت ادرسز يوني دايركشنال بس، بمعنى انه السي بي او بيستخدم هذه اللي حكيناها قبل شويه انه بيستخدم باتجاه واحد ارسال البيانات في اتجاه واحد. The total number of locations addressable by given CPU is equal to 2 powered by X, where X is the number of address bits. يعني عندنا زي ما قلنا قبل شوي X number of address bits، X بيكون عدد اللوكيشن ممكن 2 أو 6 regardless of the size of data bus، بغض النظر عن حجم الداتا باس تبعنا، الداتا قديش حجمها 8 ولا 16 ولا غيره، لكن عدد الادرسنج بيكون هو 2 بتعلق بس بالX، عدد الايش؟ الادرس بيتس، الادرس بيتس تبعت الايش؟ الباس سيستم تبع الادرس باس، تمام؟ بيطلع 2 اس اكس. هاي مثال توضيحي على تركيبه الباس سيستمز في داخل المعالج او في داخل الحاسوب. اسف. داتا باس بيساوي عندنا هان 8، عندنا هان داتا باس بياخذ بس كلمه واحده بايت هي 8 بت، عندنا هان الادرس باس هيو بياخذ ايش؟ 16 بت، تمام؟ طبعا بده ايش؟ ادرس ديكودر، بكون جهان ادرس ديكودر عشان ايش؟ يعمل عمليه ايش في الذاكره، يحلل يمين يحلل العنوان، وهو لازم يخش على حسب
CS هذا حنخش كمان شوي اللي هي اسمها Chip Select اختيار لوحة الذاكرة حنفصل فيها إن شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرة أكثر، بس هذا Chip Select حنحدد نعمل Activation لأي قسم من الذاكرة أو أي Chip من الذاكرة عشان يكون هو المفعل للريد رايت إدخال أو الإخراج. تمام، طبعا بيكون هان إيش بيكون جزء منه راعي Chip Select وجزء ثاني من إيش راعي الأدرس اللوكيشن نفسه، جزء من 16 بت هذول الراحات بيكون جاي على Chip Select كمان تفعيل له، والباقي بيكون ايش راعي الادرسينج. فلو قلنا Chip Select بتكون من اربع ارقام هكسا ديسيمال، يعني بيكون 4 في 4 ب 16، اخر اربعه بيكونوا بيجوا هنا عشان ايش يعملوا هنا تفعيل للChip Select او ينهوه. حنشوف كيف لهم دائره خاصه في الديكودر، هان حنحكي عنها في الديكودينج ادرس ديكودينج في الجزء الثاني من الشابتر هذا. وباقي الجسم من باقي الارقام من هم 12 بت بيكونوا بحددوا الادرس اللي حنخش نكتب فيها او نقرا منها. تمام اوكي، وعندنا هان IO طبعا ريد رايت، وهان هي ريد رايت تفعيلها والادرس، وهي الداتا استخراجها عن طريق الداتا باس. تمام، فعندنا هان ميموري ريد ميموري رايت IO رايت IO ريد. تمام، وزي ما شايفين هان IO ريد بتلاقي داخل على ايش WR، وهان IO رايت بتلاقي جاي على ايش RD ريد داتا، وهان شو رايت رايت داتا، وهان هكذا. بس هاي من هان بنفهم القصه، من هان ميموري رايت تيجي هان دبليو ار، ميموري ريد هي اوتبوت ايش انيبل يعني او اي يعني اوتبوت انيبل، وهان ايش دبليو ار عقبال ايش عقبال ميموري رايت هي رايت داتا هكذا. تمام، نكمل عشان نفصل اكثر عشان نشرع على الصوره الواضح بتضح اكثر بالمقالات. In some computers there are separate control signals for IO and memory. هذه ملاحظه، بعض الحواسيب تستخدم نظام تحكم منفصل، ايش بيتحكم في الذاكره وايش بيتحكم في الاي او يونتس. تمام، مش دائما الكنترول سيجنالز جاي بتستخدم نفس الباس سيستم في الكنترول باس سيستم، يعني في يكون تو كنترول باس سيستمز، يعني واحد بيتحكم في الاي او وواحد بيتحكم في الميموري. تمام، طيب هاي عندنا مثلا المعالج 86 بي سيز، هذه اللي هي تبع 32 بت. The control bus has the following signals: mem r اللي هي memory read، تمام، mem w اللي هي memory write، و ior اللي هي io read، iow اللي هي io write. تمام، هذه نفهمها التيرمز هذه او المصطلحات. In this system when the CPU wants to store 50 into address 15، المعالج بده يخزن قيمة 50 في اللوكيشن 15 للميموري. It passes through the following steps، هيقوم بالخطوات التالية. أول حاجة the CPU puts 15 on the address bus، تمام، بحط 15 على ال address bus، يعني بحط العنوان 15 هذا على ال address bus system، and 15 on the data bus، بحط 50 على ال data bus. تمام، The CPU activates memory write. تمام، The CPU activates ايش الميموري رايت، بخزن بفعل البن تبع ايش تبع الكتابة على الذاكرة. هذا طبعا الكلام شو بصير فيه، هذا هذا بصير انه بعمل indication لمين، لا this indicates ايش this indicates that the CPU wants to write to memory as a result data is stored in memory. يعني نعطي العنوان والبيانات هنخزنها على واحد العنوان على address bus system والبيانات على data bus system. بعدين activation memory write هنكتب احنا هنكتب كتابة memory write نكتب عليها على الذاكرة، وهذا بفعل انه بيعمل indication بيخطر او بيعمل اعلان انه CPU بده ايش يكتب على الذاكرة as result data is stored in memory، وبالتالي في النتيجة ينتج عن ذلك انه يتم كتابة البيانات على الذاكرة. تمام، طيب when the CPU wants to get data from an IO device، يعني هاني قراءة بده يقرأ بده ياخذ من ايش من IO ولا من الذاكرة، ايش بده يعمل؟ whose address is 40 the following takes ايش place، the CPU puts 40 on the address bus، يعني حط عنوان الادرس اللي هو بده يتوجه الIO device عنوانه 40 مثلا طابعة او لا عفوا من الفلاشة مثلا او من الكيبورد او من اي وسيلة ادخال اخرى، بحط ال 40 على الادرس bus. The CPU activates the IOR، بمعنى
السيبو بفعل input output read قراءة مش كتابة، أنا بدي أخذ منها بدي يقرأ منها مش بدي يكتب عليها بدي يقرأ منها. طيب فعل IOR على طريق control system control bus تبعه. This indicates that the CPU wants to get data from IO with address 40. يعني هذا بيعلن انه المعالج بده يقرا بيانات من الادخال والاخراج تبع هذا اللي هو عنوانه ايش 40. In response, the device whose address is 40 puts data on the data bus. وبالتالي في المقابل لذلك the device whose address is 40 الجهاز اللي هو عنوانه 40 ايش يتم سيضع ايش سيكتب يعني بوتس القيمه 40 على مين على الداتا باس عشان ايش ايش يتم استخدامها او قراءتها من قبل المعالج. يعني بالمقابل الجهاز الاي او ديفايس اللي تم استهدافه بالعنوان تبعه كان قديش هو 40 راح يعمل ايش هيعمل الداتا اللي عنده هيحطها وين على الداتا باس عشان ترسل لمين للمعالج. اذا حددنا المعالج اول حاجه العنوان تبع الادرس تبع الاي او يونت على الادرس باس يتم اعلان احنا بنعمل ريد تمام، وبالتالي يتم فهم السي بي يو بده يقرا البيانات ياخذها من ادخال واخراج تبعتنا هذه، وبالمقابل الجهاز رقم 40 العنوان رقم 40 راح يحط البيانات اللي عنده سواء كان كيبورد او غيره يحط البيانات اللي عنده وين على الداتا باس حتى يتم نقلها الى المعالج اللي طلبها تمام. اوكي اذا بالتالي نجمل الموضوع ذا سي بي يو، يعني انه هذا الموضوع كان بيتعلق على موضوع ربط المعالج مع اصناف الذاكره ريد الرام والروم والاي او يونت يعني طبعا، وبالتالي هذا بيلخص لنا جمله تفاصيل التواصل بين في عطيه الباس سيستمز مع باس سيستمز بين السي بي او وهي الاجزاء. فريليشن تاع السي بي او مع الرام والروم هكذا بتكون فور سي بي او تو بروسس انفورميشن عشان السي بي او يعالج البيانات ذا داتا ماست بي ستورد ان رام اند روم يعني هتخزن البيانات عشان تتم معالجتها اما في رام او روم. الروم بروفايدز انفورميشن ذات از فيكست اند بيرمننت، زي ما عارفين الرام بزود المعالج البيانات ثابتة غير لا يمكن تغييرها ويمكن لا يمكن التعديل عليها. أما الرام فبخزن البيانات بشكل مؤقت وبتكون هذه تم تغييرها أثناء التعامل معها ومعالجتها فتم تغييرها with the time يتم changed with time. الرام and ROM are sometimes referred to primary memory، هم يتم استخدامهم كأنهم إيش ذاكرة primary ذاكرة أساسية الرام والروم لأنه بدونهم فيش عمل للمعالج. Memory and disks يعني flash memory, floppy disks, CD ROMs, compact disks, DVDs غيره والديسكات الهارد ديسك نفسه وأي ذاكرة ثانية هذول لا يتم استخدامه بشكل أساسي عند تشغيل الجهاز إلا لاحقا عشان ناخذ منهم بيانات بالقراءة وما إلى ذلك. بسموها الميموري والديسكات هذه كلها بسموها إيش secondary memory. إيش secondary memory؟ يعني ذاكرة ثانوية. سأكتفي بالشرح عند هذا السلايد المقطع الأول من المحاضرة، وإن شاء الله بنكمل الجزء الثاني من الشابتر هذا في تسجيل آخر.